أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط خلالها الضوء على استئناف الجولة الثانية من لقاء الكويت بعد تمكن المبعوث الأممي من إقناع طرفي المشاورات بالانخراط في المباحثات. جولة ثانية من الحوار في الكويت بعد تمكن المبعوث الأممي من إقناع طرفي المشاورات بالانخراط في المباحثات. الوفد الحكومي آخر الواصلين بعد أن كان قد أعلن امتناعه عن الذهاب للجولة القادمة من المفاوضات دون الحصول على ضمانات واضحة تفيد بالتزام ميليشيا الحوثي والمخلوع بمرجعيات الحوار القائمة على القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهو ذات المطلب القديم للحكومة الذي لم تتم الاستجابة له خلال جولات الحوار السابقة. ماذا استجد في المواقف الأممية؟ وما هي الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي؟ أسئلة تحتاج لإجابات محددة لوضع النقاط على الحروف، إذ من شأن الإجابة عليها أن تحدد ملامح الأيام القادمة التي يأمل اليمنيون أن تحمل رياحا للحل السياسي ينهي الحرب وهيمنة العنف وأدواته المتعددة. هذه التطورات السياسية والمستجدات الدبلوماسية ستكون محور نقاشنا هذه الليلة من زوايا الحدث. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. إلى الكويت تتجه أنظار اليمنيين من جديد، وفيه ميليشيا حضرت قبل الحكومة لتقديم نفسها كطرف حريص على عقد الجولة الجديدة من المحادثات. أما الوفد الحكومي ففي طريقه إلى هناك بعد الحديث عن توصل مع المبعوث الأممي إلى اتفاق بشأن العودة على أساس المرجعيات والقرار الدولي 22/16. نجح ولد الشيخ أحمد في إقناع الحكومة بالذهاب في الموعد المحدد لاستئناف التفاوض، وفشلت معه التوقعات بتأجيل الجولة إلى وقت آخر. لعل الضغوط الدولية التي مورست خلال اليومين الماضيين كانت كفيلة بإزالة جدار الصد والرفض الحكومي للذهاب دون ضوابط وضمانات واضحة، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة قد حصلت على مطالبها وتمت الاستجابة لاشتراطاتها، أم أنه ذهاب على أمل الحصول على كل ذلك وطبقا لوعود سبق وأن حصلت عليها من قبل. الشاهد أن الأمم المتحدة التي أعلنت على لسان المتحدث باسم أمينها العام أن محادثات الكويت ستستأنف السبت لم تكن لتستند إلى وقائع بقدر ما يشير إلى حالة ضغط يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة لدفعها للتخلي عن اشتراطاتها والعودة إلى طاولة التفاوض. في نفس الوقت كانت الحكومة تؤكد رفضها التام للذهاب إلى الكويت ما لم يقدم المبعوث الأممي ضمانات بالالتزام بمرجعيات المحادثات بجانب تنفيذ الميليشيا للاتفاقات السابقة والتي تتضمن إطلاق المختطفين وفتح ممرات آمنة، وهي عودة إلى نقاط البداية التي لم تتجاوزها المحادثات خلال أكثر من شهرين في الكويت. لا أحد يعلم هل ستحقق الجولة الجديدة من المحادثات نتائج ينبني عليها إزالة مظاهر الانقلاب واستعادة الدولة، أم ستفضي الجولة إلى ما أفضت إليه سابقاتها، وهل من وصفة يجرى الترتيب لها على مائدة التفاوض الأخير باعتبار التجاذبات الإقليمية والدولية عامل ضغط يترتب عليه تسويات يصعب التكهن بنتائجها وعدالتها. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. إذا وفد الحكومة قرر الذهاب إلى الكويت، هل يمكن الحديث عن أنه تمت الاستجابة لمطالبه واشتراطاته؟ هو بكل تأكيد أن الاشتراطات التي تقدم بها من المؤكد أن المبعوث الدولي قدم بها ضمانات، وبحسب يعني مصادر ومعلومات وصلتنا أن المبعوث الدولي تخلى عن خارطة الطريق وأكد أن الحوار الذي سيبدأ في جولته الثانية سيكون وفق المرجعية المتفق عليها وفق الإطار العام وفق الجدول الأعمال الموضوع سلفا لمناقشة أهم القضايا وهي القضايا الأمنية والعسكرية ومن ثم بعد ذلك الانتقال إلى الملف السياسي. طيب، ما هي طبيعة ومضمون هذه الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي؟ هل هناك شيء مكتوب؟ هل هناك شيء يمكن الاعتماد عليه يعني متكأ في حال قامت الميليشيات بعدم الاستجابة للاتفاقات والاعتماد على المرجعيات الثلاث؟
هو دعني أكون معك صريح، يعني الأمم المتحدة لا تمتلك شيء ممكن تقدمه كضمانات ملموسة، لأنها إذا كانت عاجزة طوال الفترة الماضية طوال سنة ونصف، وهي عاجزة عن تنفيذ القرار الدولي 2016، وعجزت خلال 75 يوم في الجولة السابقة عن تقدم ملحوظ في الملف السياسي اليمني، فما الذي ستقدمه؟ لكن كانت هناك إشكالية، وهنا نتحدث بشفافية، كانت هناك إشكالية بموضوع الخارطة الطريق التي تم تقديمها من قبل المبعوث الدولي، التي كانت تنص صراحة على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتلافية، ومن ثم بعد ذلك الانتقال إلى ملف الترتيبات الأمنية. تم حصر الإشكالية الأمنية والعسكرية بكلمة مطاطية وهي الترتيبات الأمنية. بالتالي المبعوث الدولي تحدث بكل صراحة أن الحوار سيكون مبني على المرجعية الثلاث، وهو ما نادت به الحكومة وما طالبت به الحكومة من قبل أن يتم وضع خارطة الطريق. ويبدو أن المبعوث الدولي تخلى عن خارطة التي تقدم بها في آخر يوم من أيام الحوار في الجولة السابقة. بالتالي طالما أن الحوار مبني على المرجعية الثلاث ومبني على القرار الدولي، وأيضا ليست هناك ضغوطات تمارس على الحكومة في قضية من القضايا وهي أهم هذه القضايا، وهي قضية تشكيل الحكومة، أعتقد أن الذهاب لن يكون هناك أي إشكالية بالنسبة للجانب الحكومي، بل بالعكس من ذلك الجانب الحكومي أكثر مرونة، ولن يكون في أي وقت من الأوقات سبب من أسباب عرقلة المسار السياسي طالما أنه لم يخرج عن المرجعيات المتفقة. يعني أنت تعزو مشاركة الحكومة في هذه المشاورات المفترضة أو المتوقعة إلى أنه تم الالتفات إلى ما طرحته من أن عدم واقعية طرح الحكومة الائتلافية أو الحكومة مع الحوثيين في هذا الوقت، وأن هناك أولويات عسكرية لتسليم الأسلحة وكذلك إعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم يأتي الحديث عن السياق السياسي. هل هذا ما أقنع به المبعوث الأممي وفد الحكومة حتى جاءوا مرة أخرى إلى الكويت؟ نعم، هذا هو بالفعل ما حدث، أن الجانب الأمم المتحدة أقنع الجانب الحكومي وأعطاه ضمانات، وتحدث بكل شفافية أنه أن القضية التي سيتم مناقشتها أو القضايا التي سيتم مناقشتها هي القضايا أولا الأمنية والعسكرية، ومن ثم الانتقال إلى الجانب السياسي. بالتالي إذا تم التقدم خطوة واحدة إلى الأمام في الجانب السياسي، في الجانب العسكري وفي جانب تشكيل اللجان العسكرية التي تم الاتفاق عليها مسبقا وتم مناقشتها في وقت سابق في الجولة السابقة، أعتقد سيتم الانتقال مباشرة إلى الملفات الأخرى. هي الإشكالية أن الطرف الحوثي وطرف الانقلابيين رفضوا التعاطي بإيجابية مع تشكيل اللجان العسكرية التي ستقوم بأخذ الأسلحة والترتيبات الأمنية، وكذلك بترتيب خروج الميليشيات الانقلابية من المناطق ومن الوزارات ومن المحافظات، ومن ثم بعد ذلك الانتقال. يعني هم يريدون الآن تشكيل الحكومة في الكويت، بينما الحكومة تقول أن تشكيل الحكومة يأتي آخر شيء كما جاء في القرار الدولي، ويتم تشكيل الحكومة الائتلافية أو حكومة الوحدة الوطنية يتم تشكيلها في صنعاء من الأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار الوطني. وطالما أن الميليشيات الانقلابية ما تزال ميليشيات مسلحة تحمل السلاح، فهي بكل تأكيد لن يكون لها نصيب في الحكومة طالما أنها ما تزال ميليشيات مسلحة تمتلك السلاح الثقيل وتنهب وما تزال محتلة لجزء كبير من مؤسسات الدولة ومن المحافظات التي ما تزال تحت سيطرتها. طيب لنذهب لوجهة نظر الحكومة أستاذ مختار، هل هي أكثر إيجابية بخصوص هذه المشاورات من ذي قبل؟ هو التجربة السابقة طوال 75 يوم بكل أمان أنها كانت تجربة سيئة وتجربة مريرة بالنسبة للحكومة، وتحدث بذلك الدكتور عبد الله العليمي، وتحدث به كثير من أعضاء الوفد الحكومي، تحدثوا أن طوال الفترة السابقة لم تكن هناك جدية لا من الأمم المتحدة ولم تكن أيضا هناك جدية حتى من الطرف الآخر وهو من الميليشيات الانقلابية. بالتالي الجانب الحكومي كان أكثر جدية وقدم تنازلات وأعلن أكثر من مرة أنه مستعد لتقديم تنازلات لا تضر بالقضية الوطنية ولا تضر بالملف اليمني. بالتالي الطرف الآخر ظل يراوغ وتقدم بخارطة وتنصل عنها، تقدم برؤية وتنصل عنها، أما بالنسبة للحكومة موقفها ثابت منذ اليوم الأول لوصولها إلى الكويت أنها مع الحل السياسي والسلمي، لكن ألا يخرج عن القرار الدولي في 2016 وألا يتم الالتفاف على القرار الدولي، لأن هناك قوى دولية ونحن تابعنا
تصريحات بريطانية أمريكية أيضا أوروبية تابعنا هذه التصريحات، وكانت تصريحات مزعجة، وكانت هذه التصريحات تدل على أن هناك تدليل واضح للميليشيات الإنقلابية وتماهي مع المشروع الحوثي في المنطقة. تظل الميليشيات الإنقلابية كما هي بصورتها الموجودة، ميليشيا خارج إطار الدولة تمتلك السلاح، تمتلك الميليشيات لتكون ورقة ضغط وابتزاز على دول الخليج وعلى المملكة العربية السعودية. نعم. طيب دعنا أستاذ مختار أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي. مساء الخير دكتور. مساء الخير سيدي، أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. يعني ثمت جولة جديدة من التفاوض بعد فشل جولات سابقة، أو يعني بالأحرى فشل تقدم على مستوى جدول الأعمال. ما الذي تخبئه الجولة الجديدة هذه لليمنيين بحسب قراءتك أنت للملف اليمني؟ يعني نحن لدينا طرفين، هو طرف اليمني الشرعي وطرف الانقلابي. الطرف الانقلابي ليس القرار بيده، إنما القرار في طهران، فطهران هي الممول وهي الراعي وهي التي تريد أن تنفذ أجندة واسعة ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة المحيطة بها. هذه الأجندة هي الحط من الشرعية في هذه المنطقة ككل، ثم الانقضاض على هذه المجتمعات. وقد كتبت أنا كثيرا في هذا الموضوع وقلت بأن التفاوض يعني لن يأتي بنتيجة، لأن الحكومة الشرعية هي متحدثة باسم اليمنيين، وهي يعني مثل الأم الحنون والرؤوم على الشعب اليمني. نعم. ولكن الحوثيون والمجموعات علي صالح لا يريدون أن يصلوا إلى هذا العام. لدينا يعني أكثر من قطب، لدينا مجموعة علي صالح وهو الرجل الذي خرج ملايين اليمنيين ضد حكمه بعد أن استنزف اليمن، وبالتالي فإن ورقته محروقة. هو يريد الآن أن يبقي كثير من النفوذ في اليمن، وهذا طبعا شبه مستحيل. لذلك هو يتعاون الآن مع الحوثيين، وأعتقد بأن الحوثيون أيضا يستخدموا علي صالح في هذه الفترة. إنما ما هو واضح من الأجندة العامة بأن إيران تريد أن تخلق الكثير من التوترات في هذه المنطقة من أجل مشروعها المعروف، وهو مشروع نجح جزئيا في لبنان، وكما تعلم سيد حسن نصر الله ظهر منذ أسابيع وقال كل أموالنا وكل سلاحنا يأتي من طهران، ونجح جزئيا أيضا في العراق، وينجح الآن جزئيا في سوريا. بالتالي ضع نفسك أمام الإيرانيين، الإيرانيين إذا لم يكن أحد أمامهم بقوة وبوضوح فهم لن يتراجعوا. طيب يعني أنت تحدث على أن الحل السياسي أو المفاوضات لربما غير مجدية بالنسبة لليمنيين، إذا ما هو المجدي من وجهة نظرك بشكل أكبر؟ المجدي بأن يبذل جهد كبير على الساحة الوطنية اليمنية، أولا على الساحة العسكرية وهذا مهم جدا، وأيضا على الساحة الإعلامية وهذا مهم جدا. لأن يعني تحدثت أنا كثيرا على أن الإخوة في الشرعية اليمنية يحتاجوا إلى بجانب الكتائب العسكرية إلى كتائب إعلامية، بحيث أن يقال الجمهور اليمني بصرف النظر عن خلافاتنا أو اتفاقاتنا أن هذه اليمن الآن معرضة لأن يستحوذ عليها، وبالتالي يعني تدور في فلك طهران. فإما أن نبقى مستقلون كيمنيين، وإما أن ندور في هذا الفلك. أنا أعتقد حدثت يعني مجموعة من الأخطاء في السابق وبسبب القراءات الخاطئة. علينا أن نتوجه إلى القراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة هي تحقيق تقدم واضح وإيجابي على ساحة المعركة، وتقدم أيضا واضح وإيجابي على الساحة الإعلامية. الساحة الإعلامية كما ترى يتحدثوا عن السعودية ويتحدثوا عن يعني كل الملفات القديمة الباهتة. علينا أن نقول الآن بشكل مختلف. نعم. إذا كان الإيرانيون يقولوا لنا بشعاراتهم فلسطين والحريات، أولا لا يوجد لديهم هم حريات
كما تعلم، وأيضا لم يحرروا شبرا من فلسطين حتى يومنا هذا. هذا كله كلام يعني يباع للسذج والبسطاء، ويجب ألا يعني نتهم بأننا يعني باتهام السذاجة. في تقديري الحلين واضحين، تقدم على الأرض وتقدم على الجبهة الإعلامية، وعلى الدول الخليج أن تقدم ما يجب أن تقدمه إلى الشعب اليمني من أجل تحقيق انتصارات على الجبهة العسكرية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي السكرتير الصحفي. أستاذ مختار، هناك خشية كبيرة من نوع من التسويات التي قد تجرى في الكويت، خاصة مع الحديث على ضغوط دولية. ما حجم هذه الضغوط الدولية على الحكومة الشرعية في بشكل عام، وخاصة في يعني بموازاة أو بمجاراة هذه المشاورات التي تقام أو التي متوقع أن تقام الآن في الكويت؟ بالنسبة للضغوطات، الضغوطات هي هائلة وكبيرة جدا على الحكومة الشرعية وعلى رئيس الجمهورية. هذه الضغوطات كانت على شقين، شق للعودة للمشاورات السياسية، والشق الآخر بالقبول بخارطة الطريق. ولكن واجهت الحكومة وواجه رئيس الجمهورية الضغوطات بالنسبة للقبول بخارطة الطريق الأممية بصلابة، وبالعكس الرجل ذهب إلى مأرب وأعلن من مأرب، وهي عاصمة المقاومة، وهي من منطلق الجيش الوطني الحديث والجديد الذي يقاوم الميليشيا الانقلابية، أعلن من ذلك أنه لا ذهاب للمشاورات طالما وأن خارطة الطريق كما هي لم تتغير ولم تتبدل ولم يتم تبديلها. فلم يذهب الوفد الحكومي، وكانت رسالة واضحة تلقتها الأمم المتحدة بإيجابية، وتعاملت بمرونة مع الموقف الجيد والموقف الذي تم دعمه من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل الحكومة ومن قبل الجميع، حتى المحيط الإقليمي لنا تم دعم مواقف رئيس الجمهورية. بالتالي الضغوطات هائلة وكبيرة على الحكومة للقبول بالذهاب أولا للمشاورات، ومن ثم القبول أيضا بتسوية. يعني هناك، دعنا نتحدث بكل صراحة وشفافية، هناك طبخات يتم التجهيز لها في الكويت من قبل المجتمع الدولي، ولكن الوفد الحكومي الذي كان يفاوض في الفترة السابقة في الجولة الأولى كان يعني بكل أمانة تحدث أن الوفد أدار المشاورات في كل حرفية. في نقطة أخيرة أستاذ مختار، وعالية المهنية. في نقطة أخيرة أستاذ مختار، وبالعودة إلى الحديث عن ماذا تحقق من وعود أو شروط بالنسبة للوفد الحكومي من قبل المبعوث الأممي، كان هناك الحديث الهام عن تحديد جدول زمني لهذه المشاورات، هل تمت الاستجابة لذلك؟ نعم، في حقيقة الأمر لم يتم إطلاعنا على أي تفاصيل من هذه، ما هي نوع الضمانات، هل تم تقديمها مكتوبة، ما الذي تم بشأن موضوع جدول الأعمال، كم ستستمر جدول الأعمال. هناك كثير من القضايا في حقيقة الأمر ننتظر بيان من الوفد الحكومي الذي سيذهب إلى الكويت، ننتظر منه، وهناك معلومات أنه سيصدر هذه الليلة بيان بشأن كل هذه التفاصيل. إذن الأستاذ مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الدكتور محمد الرميحي. دكتور، يعني كيف أو ما هي الرؤية الاستراتيجية الموجودة لدى التحالف العربي، سواء سياسيا عسكريا؟ يعني هي رؤية لابد أن تحمل جميع هذه الأوجه في التعامل مع الملف اليمني، خاصة أنه لم يحسم ولا تبدو هناك مؤشرات للحسم. يعني أنت تعرف بأن المسرح اليمني هو مسرح صعب، وهو ليس مسرح صعب جديد، وإنما منذ القدم، وأي تدخل من الخارج سوف يبقى محدودا. هذا هو التاريخ اليمني المعروف. في تقديري أنا على اليمنيين أن يحددوا ما يريدوا بالضبط قبل أن نتحدث عن التحالف العربي. إذا كان اليمنيين لديهم رغبة بأن يقدموا كل اليمن إلى شريحة صغيرة من اليمنيين فهذه رغبتهم. أما إذا كان اليمنيون يعتقدوا بأنهم يجب أن يعيشوا مستقلين رافعي الرأس، عليهم أن يحاربوا هذه الفئة الصغيرة. أنت تعرف وأنا أعرف بأن الحوثيون لا يشكلوا إلا شريحة صغيرة من أبناء اليمن، والحكومة الشرعية والتحالف الدولي العربي قابل بهذه الشريحة في حدود نسبة يمنية، ولكنه ليس قابل بأن تستولي بالقوة على كل اليمن. يعني هذا موضوع، بالتالي عملية أن تطول الحرب
هذه واحده من من القضايا الكبرى التي يجب ان نواجهها. تقديري ان الشرعيه اليمنيه يراد لها ان تتآكل من الداخل، وبالتالي كما ترى حتى خارطة الطريق المعروضه هي ان يبقى الحوثيون كما هم وان يشاركوا في الحكومه. لو تذكرنا ما هو موجود في لبنان لوقت هذا الامر، جزء صغير من الشعب اللبناني لديه سلاح حتى اسنانه، وهو الذي يسير الحكومه بكاملها. لهذا السبب كما قلت منذ قليل، يعني علينا ان نحمل هراوه كبيره في يدنا وان نبتسم. يعني اولا الدخول في المفاوضات، هذه عمليه يجب ان لا نتركها، يجب ان نفاوض ونفاوض ونفاوض، ولكن يجب ان نضع الاسئله الصحيحه والاجابات الصحيحه. انما ان نترك الامر الى الحوثيين فهم بالتاكيد سوف يتوسعوا. وكما قلت علينا ايضا ان نقول لاصدقائنا اذا بقي لنا اصدقاء في العالم الخارجي ان العمليه هي قضيه ايران. ايران هي التي تتوسع الان، وتتوسع ايضا لاسباب داخليه وليس لاسباب خارجيه. بسؤال اخير دكتور، داخليا في الكويت من الواضح ان هناك حرص لدى دوله الكويت على الوصول بالمشاورات اليمنيه الى حلول سياسيه على الاقل. هل يعني كيف انت ترى الاستراتيجيه الكويتيه في التعامل مع الملف اليمني ومع الحوثيين خصوصا وهي الدوله المتواجده في التحالف العربي يعني بنهايه المطاف؟ يعني الكويت يعني قدمت التسهيلات للاطراف اليمنيه بان تتحاور، ومنطلق الرئيسي بان هذه اطراف يمنيه، ولكن واضح طبعا بان الاطراف اليمنيه فيها اصابع خارجيه. انا اتحدث كمحلل ومتابع للامر. اي اتفاق ضعيف تصل اليه الاطراف الان سوف ندفع ثمنه غاليا في المستقبل، وبالتالي اما ان يكون هناك اتفاق واضح وحقيقي ومتفق عليه ويجري تنفيذه، او ان تبقى هذه المفاوضات الى فتره طويله مع التهاب الجبهه العسكريه. هذا وجهه نظري الشخصيه. اذا اشكرك استاذ علم الاجتماع في جامعه الكويت الدكتور محمد الرميحي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وينضم الينا الان مشاهدينا الكرام الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي. مساء الخير دكتور عمر. مرحبا، مساء النور. اهلا بك دكتور عمر. الوفد الحكومي على ما يبدو اقتنع اخيرا بالذهاب الى هذه المشاورات مره اخرى، يعني كيف يمكن تقييم هذه القناعه التي وصلت متاخرا على ما يبدو، ولاول مره الحوثيون وصلوا الى الكويت او لجوله مفاوضات قبل ان يصل وفد الحكومه اليها؟ من المعروف انه كان هنالك تباينات في وجهات النظر فيما يتعلق بكيفيه قراءه المرجعيات الدوليه، وتحديدا ما يتعلق بالقرار الاممي 2216 وعمليه التزمين لكيفيه تفعيل هذا القرار في التطبيق. صحيح. العملي والميداني على قاعده التفاهم. وكان الحوثيون ومن معهم من المؤتمرين يحاولون ان يحددوا اولويات ذات طابع تمطيطي انجاز التعبير، او كنوع من المتاهه التي لا تنتهي الى شيء في نهايه المطاف. والمساله بكل بساطه انه ان لم يكن هنالك نوايا صادقه وحسن تقدير عملي وحقيقي لمعنى المرجعية الدولية ولمعنى أن القرار 2216 له علاقة بالبند السابع في الأمم المتحدة، وهو قرار في نهاية المطاف لن يفعل إلا بإرادة دولية خاصة بإحدى الدول الكبيرة والأساسية وخاصة الولايات المتحدة. في هذه الحالة واضح تماما أن المفاوضات أو المحادثات تتحول إلى نوع من أكل الزمن، نوع من شراء الوقت، نوع من التسويف. اليمن يعاني الأمرين الآن، الوضع في الداخل اليمني لا يحتمل مزيدا من تمطيط الأزمة، وليس هنالك أدنى مؤشر يدل على أن فرقاء الساحة المتعاركين على قاعدة الشرعية والتمرد أو على قاعدة هذه الثنائية الإجرائية، ليس هنالك مؤشر على أن هنالك تقارب في وجهات النظر. وفي تقديري الشخصي حتى إذا تم الوصول إلى شكل من أشكال التسوية المخاتلة ستكون أشبه ما تكون بتلك التسويات التي تمت قبل ذلك ولم تكن صادقة، أي سنعيد إنتاج الأزمة بكيفية جديدة. ولهذا السبب أنا أعتقد أن المشكلة الآن أصبحت واضحة المعالم لدى كل الأطراف في الداخل ولدى كل الأطراف الإقليميين المرتبطين بهذا الموضوع،
وعلى الجميع أن يستوعبوا ويفهموا أن اللعبة السياسية في اليمن لا يمكن أن تجري إلا على قاعدة التعددية السياسية وحق المشاركة والمواطن المتساوية والديمقراطية. إن لم يكن هناك استيعاب لهذه الحقائق الموضوعية فإن اليمنيين سيظلون في متوالية إعادة إنتاج النفي المتبادل والعدمية السياسية والدمار المستمر. طيب دكتور، يعني الآن يعني الحكومة طلبت بجدول زمني للمحادثات، وهناك تغريدات أخيرة لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي بأنه هناك اشتراطات أو تحديد يعني سقف أسبوعين لهذه المشاورات وليس أكثر. هذا يتعارض مع فكرة المبعوث الأممي الذي تؤكد يعني أكد في كل أحاديثه أنه الصحفية خاصة أن الحل ليس لن يأتي بيومين أو خلال يومين وأنه سيحتاج إلى الكثير من الوقت. كيف يعني يمكن قراءة ذلك؟ هل فعلا ستلتزم الأمم المتحدة بهذا التزمين أم أن الأمور ستأخذ أكثر مما خطط لها؟ قلنا من هذا المنبر ومن هذه القناة مرارا وتكرارا أن فضاء الأمان العام للأمم المتحدة وموفد الأمان العام للأمم المتحدة هو فضاء إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر لا أقل ولا أكثر. لا يمتلك هذا الفضاء أي مؤشر جبري أو قانوني أو قهري بحال من الأحوال، ولهذا السبب فضاء الأمم المتحدة هو مفتوح على زمن لا حد له ولا حدود. علينا أن نعرف هذا الكلام، وهذا الأمر ليس جديدا في التقاليد الوساطية والسياسية للأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بمجلس الأمن فإن له عصا غليظة، إذا أرادت الولايات المتحدة تحديدا أو إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تفعيل مثل ذلك القرار، وهذا أمر في هذه اللحظة وضمن الملابسات القائمة ليس واردا كما يبدو لي. ولهذا السبب كل فرقاء الميدان من اليمنيين سواء كانوا يمثلون الشرعية أو التمرد لا أحد منهم يستطيع أن يفرض شروطا على الآخر، يعني لأنه ليس هناك مؤشر ميداني يغير، يعني بمعنى آخر أن أي اشتراطات تقدم من قبل الشرعية في اليمن إن لم تكن مسنودة عمليا بتقدم ميداني وحقيقي على الأرض وبعودة، وهذا الكلام نقوله ونكرره مرارا وتكرارا، بعودة شاملة وكاملة لكل القيادات السياسية الموجودة في الخارج إلى الداخل اليمني، فإن مثل هذه الاشتراطات تصبح مجرد. طيب ولذلك أسألك هذا السؤال الأخير دكتور عمر، يعني في الأخير الحكومة لا يمكن أن تتعامل مع المجتمع الدولي كما تتعامل الميليشيا معهم، لكن هناك مبدأ ضغط وهناك مبدأ تكتيك في السياسة ربما، هل أو ما هي الخيارات الموجودة لدى الحكومة لتنفيذ إرادة الشعب ولعودة الشرعية بحق إلى الجمهورية اليمنية ككامل ترابها؟ الخيار الجوهري والضروري والملح والواقعي لدى الحكومة الشرعية هي أن تتموضع في الداخل اليمني. قلنا هذا الكلام عشرات المرات. ما يجري الآن هو نوع من التخلي عن الشرعية، التخلي عن الشرعية المقرون بتباعد زماني ومكاني عن الميدان. باختصار هنالك قوة حية في الداخل اليمني تقاوم المد الميليشياوي العابث، هنالك قوة تقاوم في مختلف المدن اليمنية، هنالك شعب ينزف ويئن، لكن بالمقابل الحكومة ومن معها من مؤسسة رئاسية ومؤسسة سياسية كلهم ليسوا موجودين، هم في الخارج، وهذا أمر غير طبيعي ولا معنى له في تقديري الشخصي، وهو يعني ضمنا تخلي كامل عن الشرعية أو تخلي تدريجي عن الشرعية. هذه مسألة أساسية وجوهرية في تقديري الشخصي، ليست لأسباب معنوية ووجدانية ولكن لأسباب عملية ميدانية. عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الظرف وإلا يتخلوا بكل بساطة. هذا هو الأمر الذي نؤكد عليه مرارا وتكرارا. وللأسف الشديد ومن المحزن أن العودة للداخل تظل عودات استعراضية تبهرجية مهرجانية، وهذا أمر لا معنى له. نعم، إذن المحلل السياسي دكتور عمر عبد العزيز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا وكذلك للمتابعين من الشادة المشاهدين. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا في ختامها تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات منتجها الزميل محمد القاسم وتحيات جميع أفراد طاقم العمل. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.